شارك وفد من مجلس الشورى بمملكة البحرين في أعمال المنتدى العالمي للقيادات النسائية المنعقد حاليا في أيسلندا، وشارك فيه كل من سعادة المحامية دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى، رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وسعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال عضو مجلس الشورى، نائب رئيس لجنة الخدمات بالمجلس السفيرة المنتدى العالمي للقيادات النسائية. ولمزيد من التفاصيل حول المنتدى يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من العاصمة الأيسلندية ريكيافيك سعادة الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. مساء الخير سيدة دلال، ولو تطلعين على آخر مستجدات مشاركة سعادتكم في أعمال هذا المنتدى العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا المنتدى هام يعقد سنويا، نشارك فيه عدد كبير من البرلمانيات والقيادات السياسية، وبدايتها تم الالتقاء برئيس أيسلندا، وحرص أن يكون في هذا المنتدى على أساس أنه يطرح عدد من المحاور تتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة والأمور ذات الشأن الاقتصادي والاجتماعي الخاص بالمرأة. نعم. وحرصنا إحنا أيضا على بيان ماذا حطت فيه ومدى تقدم المرأة البحرينية، بدءا طبعا بدعم جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة الله يحفظه. نعم. واعتمدنا في على إحصائيات وبيانات رسمية وفق المعتمد من المجلس الأعلى للمرأة عن وضع المرأة البحرينية في كافة المجالات، في تولي الوظائف العامة، في القطاع الخاص، وأيضا في المشاركة السياسية لها عبر البرلمان. نعم سيدة دلال، كما تفضلت بأنكم نقلتم إنجازاتكم كقياديات هنا في البحرين لإنجازات المرأة، برأيكم ما الذي سيكون، ما التأثير الذي ممكن أن يحمله هذا النقل لإنجازات البحرين، خاصة في محفل يضم مشاركة دولية من العالم؟ والله احنا حرصنا جدا في هذا المنتدى نظرا يعني لطبيعة المشاركة الدولية فيه، ان احنا نركز ان يأخذون في الاعتبار ايضا وضع المرأة العربية وايضا في الدول الإسلامية. نعم. فحبينا نبين ان احنا اليوم الحمد لله يعني هذه الدول جميعا يعني تعمل على تقدم المرأة، ليس منذ الآن، منذ يعني امد طويل، والحماية القانونية المكفولة لها وتقدمها في مناصب صنع القرار. هناك عندنا تحديات، ولكن في نفس الوقت عندنا إنجازات نفخر ونعتز فيها. أيضا بينا أن عدد من الأمور التي تتعلق في المرأة العربية لو تم قياس مدى التقدم ممكن نلاقي نفسنا في وضع أفضل من النساء في الدول الغربية. نعم. مهم جدا الآن هو يضمن في تقاريرهم مسألة إن في أمور إحنا نرفضها أو الأخذ فيها أو التوافق فيها معهم لأنها تتعارض مع أحكام وثوابت الشريعة الإسلامية، أو تتعارض مع أمور السيادة أو أحكام الدستور. فكان حقيقة في إطلاع لجوانب كانت مقفلة لعدد من الدول الأوروبية اللي مثلا ما كانت ضليعة في الأحكام أو في بعض الأمور الخصوصية التي نتمتع فيها. فهذا التقارب وفتح النقاش معهم وكله يعني بنضع أمامهم الأمور المكتوبة، الإحصائيات، الدلائل دي ثابتة، حتى في التقارير اللي في بعضهم يصدرونها تجاه الدول العربية طالبوا من التواصل معهم على أساس في فعلا يبون يعدلون يعني بعض الأحكام أو بعض المدى يعني تقدم المرأة في الدول العربية. نعم. بحيث أنهم يضعونهم في الاعتبار في تقاريرهم القادمة. فالبحرين بيّن أن البحرين تعمل دوما على دعم المساعي والجهود الدولية لدعم المرأة. نعم. نعم. من العاصمة الأيسلندية ريكيافيك سعادة الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.